معلش بقى يا جماعة، أنا مش هظهر في الفيديو ده، الفيديو ده بس أنا عامله عشان أوريكم فيه كام حاجة بسيطة كده. طبعا الجرح بتاع كوفو ده أنا عملت فيديو بس لسه منزلش، هينزل اليومين الجايين دول إن شاء الله، بتكلم فيه عن إصابة كوفو واللي حصل. هو الحمد لله دلوقتي كويس عموما. اقعد. هو دي سبب الإصابة يا جماعة، أهي سبب الإصابة أهي. عايز إيه؟ واقف ليه؟ قول عايز ايه؟ مش عايز تتكلم معايا صح؟ كل كلامك هنا دلوقتي. طبعا دي يا جماعه انا مش حابسها عندي ولا حاجه، ده انا مروق عليها كده لان انا رحمتها شويه من اللي بيحصل معاها في الشارع. ليه؟ لان في بتاع 7 8 كلاب ذكوره بره بيتخانقوا عليها، وكل شويه واحد فيهم يجي يضايقها. هي المفروض ان هم عايزين يتجوزوا. اصبر يا كفو. وهي المفروض ان هي انت شايفين راح تلعب هناك كده، هي جاهزة للجواز المفروض. فلما النتاية بتجهز للجواز الذكورة بيتحدوا بعض عليها، اللي هيكسب هو اللي بيتجوز، يعني هو اللي من حقه ينشر ذريته ونسله ويكمل. تعال بس يا كوفو، اقعد. طبعا السيطرة على كوفو يعني مش في أحسن أحوالها لما بيكون في نتاية عايزة تتجوز زي كده، بس الحمد لله في كنترول برضه. لولا طبعا هي تخش المطبخ وأوريكوا أنا الكلاب اللي بره. طبعا كوفو ممكن ينزل يبوح عليها وأنا بره. كوفو لأ اقعد. ها شايفين كوفو عامل ازاي؟ عيب الناس تقول عليك ايه دلوقتي؟ ها؟ الناس يقولوا عليك ايه؟ انت حبيبي معلش يا كوفو معلش. بكره ولا بعده؟ بكره نتجوز بكره، مش لازم النهارده. لا لازم النهارده؟ بكره معلش. طبعا كوفو يا جماعه امبارح يعني عواء، واللي هي صوت الحزن اللي الكلاب بتعمله لما بتعوي كده، بيعوي من البيت عندي فوق وبينادي عليها، يعني صحاني 2 3 مرات بس. فانا نزلت النهارده قلت له هجيبها لك، اول ما انزل هجيبها لك. اقعد. بص اصوات المياصه. اهلا دولا، اهلا بالقمر، اهلا 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 اهلا. والله يا حبيبتي انت لو بترضي تعيشي في البيت انا كنت طلعتك البيت عندي لغايه لما الفتره بتاعت الجواز بتاعتك تعدي وما تتجوزيش اصلا، لان انت صغيره على الجواز دلوقتي. هطلعك بره وهسيبها هي اللي هنا. طب بص هقول لك حاجه، بص هقول لك حاجه، انت تنزل تروح لها ماشي، بس تتعامل برومانسيه وتتكلم الاول، تتعرف عليها الاول، تسالها اسمك ايه منين ماشي، برومانسيه يا بدر يا بدر. بص اطلع فوق، اطلع خد كفو تعالى، اطلع فوق فوق فوق، خد هنا هنا فوق هنا. اقعد اقعد. عاش الرومانسيه نجم. ايه ده في رومانسيه كده في الدنيا؟ بص بص اتعلم، بص حط ايدي، طب طب اتكلم، دخل على طول. ايه اللي نزلك؟ اطلع فوق بس اظبط. ايوه خليك فوق، انت عايز تطلع اعلى ما تقدر. ها يا كوفو، 6 كلاب ذكورة ماشيين وراها في الشارع محدش عارف يتجوزها ليه؟ عشان مفيش سنس. كوفو خلاص، عشان هي بدأت تتضايق خلاص، أنا عارف إن حصل معاها أكتر من كده في الشارع. بتعمل إيه؟ اطلع فوق بس خلاص، اقعد. مش قلت اقعد؟ خلاص. اهلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انت دلوعه. بس انت انا عارف طبعا ان انت بتتقطع مع المشاهد دي، ها المشاهد دي بالنسبه لك مشاهد اغراء اللي بتحصل دي صح، على الكنبه وبيتك الدنيا بايظه معاك. طب
طبعا يا جماعه المكان اللي انا بصور منه ده بيت والدي، ربنا يديله الصحه. انا بيتي فوق في الدور السادس، فوالدي هنا لسه جايبين العفش والحاجات اللي مركنينها كده لغايه لما ان شاء الله يستقروا في البيت هنا ويفرشوا البيت، يعني عشان بس الناس اللي ممكن تبص للبيت على انه مش متنظف او مش مترتب، احنا مش عايشين هنا اصلا. ايه رومانسيه؟ ما عندكش انت، ما طلعت مش بتاع رومانسيه يا كوب. والله صعبان عليا، بس هعمل ايه في الحاجات دي؟ انا ماليش فيه، انا اللي عليا ان انا اقول لك اتعامل ازاي. اهي جبتها لك، اعمل ايه تاني؟ ها؟ لا تعرف تقعد جنبها بادب؟ طيب تعرف تقعد جنبها بادب؟ يعني لما اقول لك تعال اقعد هنا، تعال هنا اقعد، بس اقعد. لا 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 اقعد، مالكش دعوه بيها، بس كده مالك. ماشي انزل خلاص، خد اطلع هنا، بس خلاص، انت مش نافع لا في ادب ولا في رومانسيه. شوف لا هي اقعد، مالكش دعوه بيها، اقعد بس. طيب بس يا كوفو مالكش دعوه بيها. بص هي عماله تقول لك كان انا مش عايز، هو بالعافيه اهي عماله تكلمك تقول لك ممكن يا زفت. بس اصبر. كوفو في ايه؟ اديك نزلتها، انزل انت بقى، تعال انزل، بس اقعد بس. لونا طيب لا شاطر، بس اقعد هديك انت فوق، هي فوق وانت تحت، خلاص عشان انت ما بتسمعش كده. اقول لك خش بس اقعد جنبها، وهي عماله تقول لك طب اصبر بكره، طب اصبر بعده. انا مش عارف يا جماعه الحلقه دي اكتب عليها بلس 18 زائد 18 ولا اعمل ايه، انا مش عارف. بس يعني ده كده كده عقل. بما انه علم بقى، خليني اقول لكم كم معلومه سريعه كده عن جوازه النتايه. النتايه يا جماعه بتجهز كل 6 شهور مره، هي بتجيلها الدوره الشهريه مرتين في السنه، بتتجوز بعد اليوم التاسع من الدوره، تقدر تجوزها اليوم التاسع وتسيب يوم وتجوز اليوم اللي بعده اللي هو ال11، وتسيب يوم وتجوز ال13، او تجوز مرتين بس. طبعا قبل الجوازه لازم تعمل حاجات معينه مع الدكتور البيطري بتاعك، يعني بتاخد الكلب وتوديها للدكتور اللي انت بتتعامل معاه. كوفو اقعد بس، تروح الدكتور يعمل لها مسحه، يعمل لها تنظيف مهبلي، يديها دورنتال، يديها ادويه، يديها حاجات، عشان كل ده بينزل في اللبن تاني يفيد الكلب بتاعك. طبعا المعلومه دي انا جبتها منين؟ المعلومه بالتحديد بتاعت، يعني في كام معلومه كده هفاجئكم بيها الاسبوع الجاي ان شاء الله مع دكتور جميل قوي في عياده محترمه بتعامل معاها مع كوفو. بس مش هقول اي حاجه عنها دلوقتي، انما قريب في مفاجات ان شاء الله هيبقى هو بيتكلم في القسم الطبي بشكل اوضح، بمعلومات ادق، بسلاسه في توصيل المعلومه ان شاء الله، يبقى الموضوع بسيط فتقدروا تعالجوا كلابكم بسهوله، وتقدر من غير ما تروح للدكتور تبقى عارف ايه المشكله اللي بتواجهك مع كلبك. بس طبعا لازم تروح لدكتور، يعني لازم يا جماعه لما يكون كلبك فيه مشكله او حاجه تروح لدكتور. المهم خلينا نكمل موضوع الجوازات. النتايه بعد ما بتتجوز بتقعد لغايه، يعني اتوقع اخرها 67 يوم وتولد، مش بعد كده. 70 يوم ده اللي هو لو النتايه يعني خلاص ما مش عارفه تولد، يعني في مشكله، انما المفروض قبل 70 يوم بكام يوم بتكون ولدت. بتجيب من جروين ل 14 جرو او من جرو ل 14 جرو على حسب كان يوم نسبة التبويض عندها عالية ولا ضعيفة، كان الذكر خصوبته عالية ولا ضعيفة. الجراوي بيتفطموا عند عمر 40 يوم، تقدر تفطمهم قبل كده بخمس ايام لو انت هتغذي كويس وتدخل غذاء كويس، ولكني ما افضلش ده، افضل ان هم يتفطموا عند 45 يوم عادي، بس يبدأوا ياكلوا من عند عمر، انا عن نفسي بأكل الجراوي من عمر 18 يوم. بص هي ما بقاش ليها خلق يا جماعة، ومش من بواخد كوبو لان كوبو لسه مقابلها حالا، هي يعني من بواخد الكلاب اللي في الشارع، من اللي حصل معاها من الكلاب اللي في الشارع، هي ده السبب اللي مخليها عامله كده. بصوا المعلم ده بيلف حوالين نفسي وبيلف حوالين نفسه وبيلف حوالين الكلب. بس لا الكلب لا 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 دلو لا انت مش كده فحش شاطر، بس خليك مريح وانت افضل لف كده، افضل لف كده، ومش هقول بقى زي الكلب وبتاع عشان انت فعلا كلب، انا هقول زي كوف. هات بوسه، انا عارف ان انت مش عايز بوست انا، بس يلا هي دي اللي موجوده دلوقتي.
بس قريب ان شاء الله اعمل لكم بقى حلقات فيها مواضيع بنتكلم فيها كتعليميه وكده. ها طبعا لو انت كلبك بيعضعض في الكنب او حاجات تعلمه امر المنع وبعد كده تطبق على طول، ما تديلوش فرصه ان هو يمارس العض ده. بس كوكو طلع بتناحه يعني. طبعا يا جماعه الهوهوه بتاعتها دي مش عدائيه، ولا ده هي كده بتزوم على كوفو او خايفه منه او الكلام ده كله، لا هي بتهوهو عشان كانها بتكلمه بتقول له ابعد مش جاهزه، ابعد مش هتجوز النهارده. بص هي اصلا مش عايزاه يطلع الكنبه. كوفو انزل. طبعا كوفو عشان بقاله سنه مثلا ما اتجوزش فهو مش فاضي لكل الكلام ده. مش عايز برضو حد يقول لي انت ليه جايب لكوفو ده بلدي يتجوزها او كده. يا جماعه ما بيفرقش معايا الانوام، ما بيفرقش معايا النقطه دي، وما بيبقاش الغرض ان انا اجوز كوفو انت ايه، لان بيجي لي ناس كتير من صحابي اللي معاه روت واللي معاه بوكسر واللي معاه جيرمان ويبقى النتايه جاهزه ويقول لي انا مش فارق معايا الخلفه تيجي ايه، بس انا عايز اجوزها من كوفو، عايز جرو يجي لي من كوفو. والله ما برضى وبقول له لا مش هجوز لك وكده، لان انا ببقى عايز الخلفه اللي تيجي يعني دي كده كده هتتجوز في الشارع والكلاب البلدي هيتجوزوا وهتخلف جراوي كده كده، فهنجوز كوفو وخلاص هو يرتاح. بحسبها من الطريقه دي، انما لما تجيلي انت بنتايه روت او بنتايه بيتبول وانا اجوزها لكوفو وكوفو هجين روت على بوكسر فيجيبوا مع بعض هما الاثنين حاجات جديده تاني، فالناس تاخد الحاجات الجديده دي يكبروا عندهم يبقوا عايزين يجوزوها فيجيبوا حاجات مهجنه اكتر، كل ده مش في صالح الكلب الصراحه. يعني للاسف انا بقول كده وانا عارف انا بقول ايه، للاسف مش في صالح الكلب، الناس بتظلمه في الاخر بيتعاملوا معاه ان هو كلب تعبان. ف انا مش مع الموضوع ده الصراحه. لسه هنعمل ايه بقى؟ كوفو خلاص بقى نقول للونا تمشي بقى خلاص. اصبر كده ليكون في كلب واقف ورا الباب. ارجع ارجع اصبر. ما بص شفته شايفين ده فين يا جماعه؟ ده قاعد للونا على البيت على الباب على طول. واحد هناك اهو، واحد تحت العربيه جنبه على طول، والقطيع اللي هناك ده قاعدين. بصوا فين، لو تفتكروا ما كانوش بيقربوا، كانوا بيبقوا قاعدين على الجبل فوق كده او هناك في الزاويه. دلوقتي بصوا قاعدين فين، كل ده عشان المعلمه لونا. طب افرجكم ايه اللي هيحصل لما لونا تخرج. طبعا كوفو هيعيط بس احنا مش هنتكلم على كوفو، احنا هنتكلم على لونا. ولا سيبها هنا مرتاحه؟ لا بصراحه هسيبها مرتاحه لان دول عذبوها اللي بره. يعني تخيلوا كوفو عمل معاها كده وهي جوه، اللي بره دول خمس بقى كلاب او ست كلاب بيعملوا معاها نفس الموضوع، فحرام يعني. هنسيبها تريح شوية. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم طريقة التصوير دي ان انا ماسك الكاميرا وبصور الاحداث اللي بتحصل عرفوني برضو في الكومنتات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، تكتب لي كومنت برأيك في اللي شفته. كان معاكم محمود عاطف.